السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السعودية تعاقب مواطنين خالفوا التعليمات وزاروا دولا يحظر السفر إليها، 13 بلد بينها مصر. خليكم معانا لما نشوف الخبر. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصله كل جديد. قررت المملكة العربية السعودية الثلاثاء فرض حظر لمدة 3 سنوات على سفر المواطنين الذين يزورون دولا تحظر التعليمات السفر إليها، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية لم تذكر اسمه قوله أن بعض المواطنين السعوديين الذين سمح لهم في شهر مايو بالسفر للخارج دون تصريح مسبق من السلطات لأول مرة منذ مارس 2020 خالفوا قواعد السفر. وأضاف المصدر سيعرض كل من يثبت تورطه في ذلك للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند عودته ومنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة 3 سنوات. وحظرت السعودية السفر إلى أول المرور عبر حدود عبر عدد من الدول بينها أفغانستان والأرجنتين والبرازيل ومصر وأثيوبيا والهند وأندونيسيا ولبنان وباكستان وجنوب أفريقيا وتركيا وفيتنام والإمارات. وقال المسؤول وزارة الداخلية تؤكد لجميع المواطنين استمرار منع السفر سواء مباشرة أو عن طريق دولة أخرى إلى الدول المعلنة وأي دولة أخرى لم تتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.